حكايات وقصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن فتية آمنوا بربهم كتموا الإيمان في قلبهم اتقابلوا يوم مع بعضهم وكان معاهم كلبهم في الكهف دخلوا كلهم وفضلوا يدعوا قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس عن عبد صالح كان حكيم قبل النبي موسى الكليم قال له حكون الصابرين علمني من علم اليقين خرم السفينة في قلبها وكان هيهلك أهلها فعل زاد الغضب قال له الحكيم أنا قلت لك صعب تكون الصابرين مهما حصل قدام عينيك فوق كل علم أكيد عليم أكيد عليم حكايات وقصص فيها ألف عبرة ودرس عن ملك ذي القرنين كان عادل كان حكيم سوا بين الصدفين فصل بينهم بسد متين قصص الكهف فيها ألف عبرة ودرس اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفاً حرفاً وعدد كل حرف ألفاً ألفاً وعدد صفوف الملائكة صفاً صفاً وعدد كل صف ألفاً ألفاً وعدد الرمال ذرةً ذرة وعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك. بيّنت لنا قصة أصحاب الكهف قيمة الإيمان وأثره العجيب في النفوس المؤمنة، فقد ذكرهم الله تعالى بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم.
فهاجروا من ديارهم ولجأوا إلى كهف ضيق مظلم يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام جبروت الكفر والطغيان. لقد أدركهم الله بلطفه فقال سبحانه: وربطنا على قلوبهم، كي يتحملوا ما يصادفهم من شدائد ويصبروا على مفارقة ما كانوا فيه من نعيم. فالإيمان الصادق متى استقر في القلوب هان كل شيء في سبيله. والقصص التي وردت بصورة الكهف بينت أن المتاع الحقيقي للحياة الدنيا ليس في المال أو الجاه والسلطان، بل يكون بإخلاص العبودية لله وحده. إلهي، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم اربط على قلوبنا واهدنا سبيل الرشاد، إنك أنت الله الواحد الأحد، رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون. سيدي ماكسيميليان، اقترب اقترب يا أخي يمليخة. أعتذر أني قطعت عليك الصلاة. لا عليك، ما الذي تحمله معك؟ أحمل إليك بعض الحليب، فأنا لا أملك غيره. جزاك الله خيرا يا أخي. سيحل الظلام يا سيدي، ولا بد أن أعود بأغنامي. وأنا أيضا سأعود إلى داري. رعاك الله يا سيدي. هيا أيها الكسالى تحركوا! لقد اقترب موعد الاحتفال العظيم، واقترب معه موعد وصول الإمبراطور، وما زال أمامنا الكثير من الإنجاز. لقد أخرجت جميع من بالسجون لتسخيرهم في البناء وتشييد المعابد. إن أكثرهم يتبعون الدين الجديد. اضطررنا للاستعانة بهم وبغيرهم ممن عجز عن دفع الضرائب. ها قد أتى جاسوسك، لعله يحمل من الأخبار ما يسرك. طاب يومك يا سيدي. ها، ماذا عندك؟ لقد كاد يكتشف أمري. أيها الغبي، كيف ذلك؟ اطمئن اطمئن يا سيدي، فلقد حال الظلام دون أن تكتشف هويتي وأسرعت بالفرار. يبدو أنني أخطأت بالاعتماد على أبله مثلك. ماذا أفعل يا سيدي؟ فأنا أقضي يومي كله أمام داره، ولكنه عاد بالأمس سائرا على قدميه بعد أن قضى نحو نصف يوم بعيدا عن داره. وأين كان طوال هذا الوقت؟ لا أعلم يا سيدي. سأزودك بجواد كي تتبعه أينما ذهب، واحذر أن يكتشف أمرك. انصرف الآن. سمعا وطاعة يا سيدي. ماذا تقول يا ماكسيميليان؟ ما ذكرته لك يا أخي ميشلينيا. هل وصل الأمر بهذا الخبيث أن يرسل جواسيسه خلفك؟ يبدو أنه لم ينسى أمر زواجك من هيلين. لا لا يا ميشلينيا، الأمر أبعد من هذا. ماذا تعني؟ يجب أن نكون أكثر حذرا وأن نقلل من اجتماعاتنا، فربما أنت والجميع أيضا مراقبون. كلما اقترب موعد هذا الاحتفال المشؤوم أشعر بأن شيئا جللا سوف يحدث. وأنا أشاركك هذا الإحساس. لا أتصور أني سأشارك في تقديم القرابين لهذا الإله المزعوم، وأني سأنحني أمامه. وماذا سنفعل ساعتها؟
أدعو الله ألا يأتي علينا هذا اليوم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السيد ماكسيميليان كبير المستشارين. مرحبا بمستشاري الأمين وصهري العزيز، اذهب أنت الآن. طاب يومك يا سيدي. ما لي أراك متجهما، هل حدث شيء؟ سيدي، أرجو أن تكبح جماح قائد الحرس، فلقد زادت أفعاله عن الحد. من؟ جوليوس؟ إنه لا يفتأ يرسل بجواسيسه يتبعونني أينما ذهبت، بل إنهم يقبعون أمام داري. السيد جوليوس قائد الحرس. اسمح لي بالانصراف يا سيدي. انتظر يا ماكسيميليان. عمتما مساء أيها السادة. منذ متى وأنت تتجسس على رجالي يا جوليوس؟ إنني أقوم بواجبي يا سيدي في تأمين البلاد، فأنتم تعلمون أننا مقدمون على أيام بها الكثير من الأحداث. لدرجة أن تتجسس على رجالي؟ أنا لا أستبعد أي شخص من دائرة الاشتباه. أنت إنسان وقح، كيف تجرؤ على قول مثل هذا الكلام؟ إن غيابك المستمر عن المدينة في حاجة إلى تبرير يا سيد ماكسيميليان. مرة أخرى تتجاوز حدودك أيها القائد. سيدي دقيانوس. كفى، يمكنك أن تنصرف الآن يا ماكسيميليان. جوليوس، أرجو ألا تشغلك خلافاتك الشخصية عن واجبك الأساسي. بالعكس يا سيدي، إنني لا أخشى هؤلاء المارقين الذين تنتشر الدعوة الجديدة بينهم انتشار النار في الهشيم، فأنا كفيل بهم، ولكن أخشى من الخيانة التي قد تأتي من داخل القصر. حديثك هذا يزعجني يا جوليوس، هل بلغك شيء من داخل القصر يؤكد كلامك؟ ليس بعد يا سيدي. إذن فلا تلقي بالتهم جزافا. هذا ما أعمل عليه يا سيدي. إن كنت قد استطعت خداع دقيانوس فسيجيء اليوم الذي سأكشف فيه حقيقتك أمامه. اهذي يا جوليوس كما تشاء، فتهديدك لن يخيفني طرفة عين. ولا تظن أن زواجك من ابنته سيحميك من المصير المحتوم. لا يخفى علي ما يحيك بصدرك أيها الحقود. أرجو أن تبقى ثقتك ورباطة جأشك للنهاية، وسنرى من سيضحك أخيرا. يقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم. أي أن قصتهم ليست من الأمور العجيبة، فالآيات السابقة لها الدالة على أن الله قد جعل ما على الأرض زينة لها يأنس بها الإنسان ويميل إليها، دلت أيضا على أن الله يبدل الأرض بعد أيام قلائل فتصبح ساحة جرداء لا يدع فيها أثرا للزينة، وذلك ليشعرنا أن الحياة الدنيا لا تستحق أن يركن الناس إليها. وهذا ما وقع لأصحاب الكهف إذ أنامهم الله 300 سنة وازدادوا 9، فلما استيقظوا لم يعدوا نومهم إلا كنوم يوم أو بعض يوم. وهكذا الإنسان
يعيش في هذه الدنيا فيميل قلبه إلى زخارفها وزينتها وينصرف عن التفكير في الحياة الآخرة. ثم تحين لحظة البعث حين يحيي الله الموتى ويوقظهم من نومهم الثقيل، ثم يسألهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ويقول الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فليست قصة أصحاب الكهف بالأمر الجديد، بل إن الآيات الكونية حولنا تتكرر وتجري على الإنسان ما دام الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.